سادتي الأكارم ولكل قادم قصيدة إلا مدينة الحمزة فكلها قصائد، أي القصائد أستلم على تلك المنصة، فأنا محارب برتبة أسير سأطلق لكم العنان وأنتم تستقبلوا سعيد ابن سعيد، إنه الشاعر الذي طالما تنفس برئة حبه لأهل البيت علي سعيد الطائي، فليتفضل مأجورا مشكورا مسبوقا بصلاتنا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأول مرة أقف في مهرجان في الحمزة وأنا شاعر أقرأ بجسد بلا روح، لأن الروح لم تكمل القصيدة بعد ولم تشترك في هذا المهرجان، ألا وهو المبدع لؤي القرعاوي. فألف تحية لك يا حبيبي. من خلوا على الماي واقف حرس، من خلوا على الماي واقف حرس، متهيئ وكامل لبس عدته، ما ادري كان ايش قد حوالي العدد، بس ادري وحده من الحرب قصته، بساعتها ملك الموت لو بينزل ما بيعالج لودنة موتته، واحدهم ابن العاص من طبع علي، لا مو علي، ها لا علي لا علي بطبته، بس الفرق بيناتهم رد فعل النزع ما لحق كشف عورته. خادم خادم خادم. من خلوا على الماي واقف حرس، متهيئ وكامل لبس عدته، ما ادري كان ايش قد حوالي العدد، بس ادري وحده من الحرب حصته، بساعتها ملك الموت لو بينزل ما بيعالج لودنة موتته، واحدهم ابن العاص من طب علي، لا مو علي، ها لا علي بطبته، بس الفرق بيناتهم رد فعل النزع ما لحق ستر عورته، الملاح سيفه وشرد من النهر، الملاح سيفه وشرد من النهر، حتما ورا الطف بينة شارته، كان على كفه من يصول الأجل ومن يقطع الروس على خف يمنته، والله كان على كفه من يصول الأجل ومن يقطع الروس على خف يمنته، والله انقطعت مو يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، عباس من طب وارتجز عن نهر اللي يصرف فاضت غيره من سمعته، عباس سعيد عباس سعد صاحت لو انه بالذواقة كانت بالشعر يسرته. خادم 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 خادم. الملاح سيفه وشرد من النهر، حتما ورطف بينت شارته، كان على كفه من يصول الاجل ومن يقطع الروس على خف يمنته، والله انقطعت مو يميني إني أحامي أبدا عن ديني، عباس من طب وارتجز عن نهر اللي يسرى فاضت غيره من سمعته، عباس صاحت لعد أعد والنوبلي ذواقة كانت بالشعر يسرته، ومن ارتجز ليها تصفق نوت، من ارتجز ليها تصفق نوت، وصفقت بوجه القاع من عافته، من ارتجز ليها تصفق نوت وصفقت بوجه القاع من عافته، بس قبل هاي اذكر له موقف صعب، بس قبل هاي اذكر له موقف صعب، من قبل لا يطلع سمع صاحته زينب ورأسا لوعنان الفرس، ومن راد ينزل على الفرس خلته، قالت له ذكرك قبل موته علي، قالت لذكرك قبل موتت علي، أو زينب تسولف غيمت قصته أو مطرت سوالف
سوالف بيها باب او ضلع او قطع ركاب الفرس من حاجته. قالت لزينب خادم 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 بس قبل هاي اذكر له موقف صعب من قبل لا يطلع سمع صاحته. زينب ورأس اللي وعنان الفرس ومراد ينزل على الفرس خلته. قالت لذكرك قبل موتت علي او زينب تسولف غيمت قصته ومطرت سوالف بيها باب او ضلع او قطع ركاب الفرس من حاجته. قال لها زينب زينب وحق زينب ترى لطف نهايه او تنتهي قصته للشام روحي بهودج اعلى الهزيل ووصيهم العباس قد خوته. قل لهم ما عافني بكربله وام البنين احكي لهم مصته. قل لهم ما عافني بكربله وام البنين احكي لهم مصته. بي وبعد ما حاجه اكثر بعد بس وحده بي ارغ عزتي شدته. شفتوني شفتوني حرمه هنا اشباه الزلم شفتوني حرمة هنا اشباه الزلم لا والكفن تنطر جيته. شفتوني حرمة هنا اشباه الزلم لا والكفن تنطر جيته. ما بطع لي ما بطع لي امتاني بس الاذن امتاني الحسين يوقع الرخصته. نيته من يرجع له مو وحده عباس والعباس يحس غايته. يجيب الفرات ويا من كربلة يشيل الفرات بكفه من كربلة ويجيب صحنه ويجيب صحنه وحضرته وقبته وجبهة النصرة وداعش وهالحكي الفرس ما يقبلهم بحذوته. خادم شفتون حرمة هنا شباه الزلم لا والكفن تنطر جيته. ما بطع ليام تاني بس الإذن امتاني الحسين يوقع الرخصته. ايني تمن يرجع له مو وحده عباس والعباس يحز غايته. يشيل الفرات بكفه من كربله ويجيب صحنه وحضرته وقبته وجبهه النصره وداعش وهالحكي الفرس ما يقبلهم بحذوته. عباس من يمشي وحس بيه زعل تخضر زلم بالقاع اثر خطوته. ورادوا قبر زينب ينتقل لهنا وما ادري الحشاها مني الا الفكره. مو قصد التجاوز لو اجرح الغير النقل هيك خبر خلي يعرف بقدره. زينب ستر الله والستر ينهاب والله شلون يقبل ينكشف ستره. زينب ستر الله والستر ينهاب والله شلون يقبل ينكشف ستره. ياهل عنده نيه يطلع الجثمان وانا استحي من الله من طول الحضره. ياهل عنده نيه يطلع الجثمان وانا استحي من الله من طول الحضره. وهوسه والتمسكم الدعاء لان مشاركات هواي عندنا قبل هالعجايب سبعه بالعالم اكيد وانا ما عندي خلاف بهاي بس يعدوهن غلط عند الصحيح. وراح افصل واختصر بحكايه الغيره والجود وقطع راس العضيد والكفوف وعين المدمايه والعجيبه من وصل ماي الفرات وشال بيده وما شرب من مايه. السلام عليكم.